على التأمين الدفاعي لكرة دانيلو. تدخل من حسام عاشور دائما في القائم الأول موجود حسام. وهذه كرة في القائم الثاني وخطورة. والهدف الأول برأسية كيريرو. مش معقول وغير مقبول أن الأهلي يقبل هدف والقامات الفارعة موجودة على الذكر رامي ربيعة والجمعة ومحمد نجيب. تعامل دفاعي غريب لعمالقة الدفاع وخوزي كيريرو الدولي البيروفي يفتتح التسجيل. مشاهدينا الكرام بعد كرة دوغلاس دو سانتوس ورأسية والجمعة طبعا كان هو الأول القريب من كيريرو، وإشريف إكرامي يعاين الأضرار.